مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أحبتي في الله، السلام عليكم ولادي وبناتي أخوتي أخواتاتي. نطلب الله تكونوا كاملين بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. دائما رحنا في الضيافة ديال الأخت ديالي ولالة ملكة، وغادي اليوم لالة ملكة غادي تدير لكم الخبز في الفرينة اللي صاوبنا، وغادي نخلي لكم الطريقة ديال المصاوبة ديالها في صندوق الوصف إن شاء الله. المهم ها هي معكم لالة ملكة. السلام عليكم، كي صبحتي؟ الحمد لله. كي دايره مع الصحيحة؟ كلشي لاباس الحمد لله. الحمد لله. اليوم غادي تعجني لنا ياكي خبيز؟ غادي نعجن خبيزه اللي غادي نطيبه في الفران ان شاء الله. واش راكي قاعده دايره هنايا في الدقيق؟ دايره فورس والدقيق الابيض والدقيق الابيض والحرشه سميده. فين هو سميده؟ حنا كنقولوا له سميده. وا وشويه الدقيق ديال القمح والقمح. غادي نديرو شويه ديال الحميره ايه قلتي لي غادي تعجني بالماء ديال حنا ماشي غادي نعجن بالماء نتاع داك الكليله اللي درنا ياكي. واه قلتي لي كان اللي يعجن بالماء تاع، يعني الا كان عندك الماء تاع اللبن بحال هكذا دروك اللبن طيبناه كليله ولا جبن ولا حنا كنقولوا له الماس. الماس والماس ديال الكليله يا هي كيجي فيه ديك الحموضيه، وملي كتعجنوا بها كيجي زين في الخبز ولا تاع الجبن. احنا صفينا ديك الكليله وهذا داك الماء ديالها بسم الله. غادي نرونوا بها الكيك. ها نعجنوا بها الخبز كيجي فيه واحد اللذه، يجي لذه مزيان. ايوا شتي تبارك الله، الله يعطيك الصحه. عاد ونزيدوا الماء ديالنا العادي اللي العادي غادي الماء ديالنا العادي. ها الخميره انت ديريها حتى انا نديرها في الاول، نديرها مع الطحين ياكي. وا كل واحد والعجين ديالو. وا كاين اللي حتى كيسهالي كاين اللي حتى كيسهالي كاين اللي كيدير يدير الماء في القصعه ويدير فيه الخميره. وا ولا لا كنديرو مع الطحين واش فيه الساعه يخمر لي الخبز. نزيد شويه ديال الماء ياك. تبارك الله عليك لاله ملكه، جمعتي العجينه وما صورتش كاع ملي درتي الملحه، وياك بعدا درتي الملحه. لا درت الملحه، الملحه حتى في التالي كنديروا الملحه. وتبارك الله عليك ودلكتيها شويه وندلكوها ونلمو. ايوا ودركا ها حنا غادي نعاود لها بحال هكا ونجمعها. الله يعطيك الصحة. غادي تخليها درك تخمر شوية ياك؟ ديرها تخمر بالله عليها حتى تطلع. عادو تفرقيها وتكرصيها. عادو نفرقها ونكرصها إن شاء الله. أيا العجينة ديالك خمرت لالة ملكة؟ خمرت، أنا غادي نطلعها تبارك كي يقولوا ياك. هاكي كنديرو حنا الخبز ديالنا راه خمار. كديري خبيزات صغار ولا كبار؟ كنديرهم غير صغار. تبارك الله عليك. اي بارك فيك. غادي تخليها عاود كاين شويه نخلي حتى يطلع عاوتاني على خاطره ياكي. وتديريه عاد وديريه في عاد يطلع مزيان. وملي تولي تضربيه تضربيه فيه تولي تخليه عاود كاين يخمر. نعم درك غادي نسالي معاه وا ونخليه يخمر. وا ايوا وحتى يطلع ونمشيو نطيبوه في الفران ياك.
طيبتهم من قبل في ديك الفرعنه قبل ما نجي. طيبناكي موجه مزين نتوما. ياكي قولي لي انت يا بطيتي انت يا كتمشي وما كتولي. انت يا كتمشي وما تجيش. ايوا راكي عارفه اختي مالك الدراري قراو. اه بصح وشويه البعد. وما صورنا شاو ودي غير طيبنا وجينا وكليناه. ياكي هو بصحتكم بصحتكم. لان المشاهدين شحال من واحد بقى يقول لي وفين وصلت الفرينه فين وصلت الفرينه. هيا وصلت اليوم. ايوا قلت لهم اودي واستناو تاع نمشي عند لاله مريكه. ايوا شتي تبارك الله عليك. ندير لهم هكا واش يطلقوا ياك السعي يطلقوا فا في السعي خمرهم اللي ديريها لي على هادي كندير لهم هكا واه يسخنوا يجاهم ساهلين يسخنوا مع بعضياتهم. انت يا تقرصي في الطبق يعني حتى كيخمر عاد تولي ديريه في الصني. وا نديرو في الصني ما نديروش في هذاك. قولي لي انا نديرو في الطبق وندير هذه فوق هذه. ندير هذه فوق هذه باش يخمر لي في الساعه ونجمعو كل يوم نكون على من تكون الحال بارد. ياك ايوا كل واحد كيدير داك الشيء اللي وا كل واحد والطريقه ديالك. كاين اللي كيقرصو غير الطابله. هذه الزوجه. هي الزوجه ما نضربوش فوق هذه. ياك لا اي شويه وصافي نسقديها وصافي يعني ما تضربيش باش ما تهوتش عاوتاني واحده اخرى. ياك هذه ما شاء الله الثالثة. هذه هي الثالثة. أنا غادي نبقى نحسب لك. وغادي نديرو غير ثلاثة فوق هذا صافي. ياكي نديرو غير ثلاثة ولا الآخرين نديرهم بوحدهم. نديرهم بوحدهم هذا. باش ما ي هكا. ما قلتي لي الحر راه بارد غادي ت بارد اليوم. وقلتي لي غادي تولي ديري عليه الميكا. نديرو الميكا عليه واش في الساعة يكون. يا اختي مالك درك راكي تشعلي النار تبارك الله. انا نشعلو النار. اه تبارك الله اللهم صل على النبي اللهم اجرنا من النار. هذيك الاخرى اللي المره اللي فاتت كملنا التصوير هذيك باش تبارك الله انت درتي عاد تيو. احنا درنا كتيو راهو. واه واللي ما عندوش تيو قلتي لي غير بحال هكذا غير شي حاجه. واه غير يتقبوا من تحت ومن الفوق. واه صافي وانت غير من حيت عندكم هاد عندكم هذا درتو هكذا طويل باش الدخان يمشي. الدار هنا بيضاء. واه توسخها هكذا الدخان يخرج على برا. واه ايوا شتي تبارك الله. ايوا درك راه غادي ديري تعمريه بالحطب. بالحطب وحتى يسخن ونحيدو راح تفنى ونديرو تما ان شاء الله يا ربي. ايوا مع الحر راه بارد وهاد هاد النار جايه زوينه. اللهم اجرنا من النار. انتوما تشوفوا من بعد ما داك الحطب كامل مشى وتطفى
ها هي دركا راه غادي تدخل الصني، ها هو الخبيزات ديالنا. ايوا لالا مليكة، هاد النهار راني باغي انا كل الخبز فيه ريحة الحطب، ياك راه قتلنا الخبز تاع الغاز والضو. مرحبا. ايوا شتي، الله يعطيك الصحة. ايوا درك غادي ت كما كاينه. وا المهم قولي لي قولي لي انا دايره فيستا كما كاينه. اي حاجه اي حاجه نفختيها عشاء صيف طيبنا ياك طيبناها نفخيها وتغطي عليها كذا باش ما يدخلوش كاع الهواء. يا الله يخرج من داك شويه صافي. لا عادي، لا راني قبيله ما هزيتش هذا الحي ياكي تبلعي حتى هو ياك. ما عنديش مشاو، الا قلعتو درك غادي يطيح لي الخبز الحمور على الخبز. لا معليش، ها هو راه غادي نمشيو نديرو صوالح. واه وتخليه هكذا حتى تجي عاود كاين وتلقايه طاب، ما تقلبي ما هادي ما هاد. الله يعطيك الصحه. طيبنا فيه جام الزينتو ياكي، قولي لي جربتيه؟ جربت. تبارك الله عليك. ايوا الله يعطيك الصحة. ايوا المهم غادي نخليه واحد الشوية نشوفو شحال ديال الوقت ونولي. ها هو الخبز ديالنا من بعد ما طاب ما شاء الله، واخو حنا عاد فاتلو شوية ديال النار لأن كانت الشتا تصب وكانت تصب مجهدة وما خرجناش باش نشوفو الآخر الفران، ولقيناه شوية فاتو يعني تحمر بزاف وصافي هكا ما شاء الله. واش غادي نقول لكم، تبارك الله على لالا مليكة، زعما واحد الخبيز ما شهيتكم فيه. كانت النهاية ديال الفيديو، نتمنى من الله يكون عجبكم الطريقة ديال لالا مليكة في طياب الخبز في الفرن التقليدي. نتمنى من الله يكون عجبكم، ما تنساوش اللايكات والاشتراك والله يجازيكم بخير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.